وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. عباد الله، نحن نعلم أن الحق حق والباطل باطل لا يتغيران، ونعلم أن المؤمن مؤمن وأن الكافر كافر لا يتغيران، ونعلم أن الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة لا يتغيران. لكن بعض المجتمعات التي سبقتنا قد مرت بحالة تسمى انقلاب الموازين. في بعض المجتمعات إذا طغى الباطل تنقلب الموازين، فيصبح المؤمن منبوذا، ويصبح الفاجر هو السائد، ويصبح محبوبا داخل هذا المجتمع. ونعيش حالة اليوم من انقلاب الموازين في عالمنا اليوم وفي بلدنا بشكل خاص. عندما تنقلب الموازين تصبح الرذيلة هي السائدة، وتصبح الفضيلة منزوية ومحاربة في المجتمع. ومن انقلاب الموازين الذي نشهده في هذا العالم هو أن فاحشة قوم لوط بدأت تصبح أمرا معتادا وملعوبا على مستوى الكثير من دول العالم، وأصبح الذي يطلبها أصبح منبوذا أمام تلك الدول، حتى وصل الحد ببريطانيا أن شرعت قانونا يجيز زواج الرجل بالرجل بقانون رسمي، وتبعتها الولايات المتحدة بشكل جزئي في بعض الولايات. فأصبح زواج الرجل من الرجل أمرا قانونيا في هاتين الدولتين وباقي الدول تسير على طريقها. فظهر ما يسمى عندنا مجتمع الشواذ، أو ما يسمى عالميا بمصطلح LGBT. هذا مصطلح عالمي يخص الشواذ الذين بدأوا يرسمون العالم شيئا فشيئا. وإذا تكلم أحدهم وقال هذا الأمر لا يوافق ديني أو أخلاقي، تعجب أهل الشذوذ والفجور. ومن هذه الحوادث التي حدثت في عصرنا عند تنظيم كأس العالم في قطر عام 2022، أتت طائرة منتخب ألمانيا، طائرة الشواذ وعليها علم الشواذ، فأصبح الشواذ علم يفتخرون به. دخلت طائرة المنتخب الألماني إلى قطر وهي تحمل علم الشواذ، فما كان من الحكومة القطرية مشكورة إلا أن أجبرتهم على أن يرجعوا ويستبدلوا الطائرة بطائرة أخرى، فأجبرتهم على السفر إلى عمان لكي يأتوا بطائرة أخرى لا تحمل على الشوارع. قطر لا أريد أن أمدح حكومتها، لكن كان عندها من المحاسن، قالت في الآتية للجمهور: عندكم حرية، لكن أن تفعلوا شيئا يخالف ديني وعرفي هذا لا أقبله. فكان المنتخب الألماني يريد أن ينشر هذا المبدأ الفاجر في داخل دولة المسلمين، وعندما منعوا وفي أول يوم لإحدى مبارياتهم وقفوا وأخذوا صورة ووضعوا أيديهم على أفواههم تعبيرا عن كتم حرياتهم، فبدأت التعليقات ووبقه الكثير من المسلمين على هذا الفعل. إذا انتكست الفطرة وتغيرت الموازين وظهر أمر جديد وهو موجود عند الأمم المتحدة، وهو الجندر. الجندر ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان يولد ذكرا أو يولد أنثى
لكن بعد سنين قد يعجبه أن يغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو بالعكس. وسبحان الله، انتكاس للفطرة، حتى الحيوانات ما فعلتها. بعض البشر غيرتهم أقل من الحيوانات. كلنا أبناء عرب، ونرى أن ذكر الحيوان يتباهى بذكوريته أمام الأنثى. ديك الدجاج إذا أتى يغازل الأنثى تراه ينفش ريشا ويتباهى بذكوريته. جبش الغنم، الثور، الدواب، ولا سبيل للحصد. إذا أتى إلى الأنثى تباهى بذكوريته أمام الأنثى. يأتينا خلق في هذه الأيام يتخلون عن ذكوريتهم ويستحيون من ذكوريتهم، والآباء ينظرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه أول حالات انتكاس الفطرة واختلال الموازين. يريدون أن يفرضوا أخلاق الشواذ على المسلمين. كلا وألف كلا، كلا وألف كلا للدول الفاجرة التي تفقد أخلاقها شيئا فشيئا، حتى لا يبقى منها شيء يذكر. من انقلاب الموازين الذي ينادي به الغرب اليوم أعداء الإسلام أن الكافر إذا غزا بلدا مسلما يسمى رجل أمن، فاتحة، مصلحة. وإذا دافع المسلم عن دينه وعرضه وأرضه وكرامته ودمه وأهله صار يسمى إرهابيا. قبل كل شيء على كل مسلم أن يعتقد أننا لا نرضى بالتفجيرات التي تحدث من بعض المتطرفين في أوروبا. تفجيرات تستهدف المدنيين، تستهدف النساء ربما، الأطفال. تفجيرات تستهدف اليهود في معابدهم، اليهود المدنيين العزل. لا نقبل بهذا الأمر مهما كان دينه. لا نقبل أن يذهب مسلم متطرف ليفجر في بريطانيا، ليفجر في فرنسا أو أمريكا أو روسيا أو ألمانيا. لا نقبل هذا إرهاب وتطرف. لكن عندما غزا اليهود فلسطين واحتلوا أرضهم وسفكوا دماءهم وهتكوا أعراضهم وأخذوا أموالهم وتجاوزوا على كراماتهم، عندما قاوم المسلم هذا الاحتلال قالوا تنظيمات إرهابية، تنظيمات إرهابية، وهم أساسوا الإرهاب. إن أول حادث إرهابي في القرن العشرين هو ضرب أمريكا لليابان للقنبلة الذرية. أين دول الغرب؟ أتحدى أي كلب أن يسمي ذلك العمل عملا إرهابيا. لماذا؟ لأنكم لا تستطيعون أن تتكلموا إلا إذا مسحتم أحذية أمريكا. من الذي تجرأ؟ لا يتجرؤون إلا على المسلم، إلا على المسلم. إذا دافع عن دينه وأرضه وكرامته وعرضه قالوا إرهابي. وهذا من انقلاب الموازين. وأنا أقول لنتنياهو الذين يدافعون عن دينهم وأرضهم وشرفهم وكرامتهم حذاؤهم أطهر من رأسك. الذين يدافعون عن دينهم وأرضهم وكرامتهم وعرضهم ووطنهم حذاؤهم أطهر من الحكومة الأمريكية، حذاؤهم أطهر من الحكومة البريطانية، حذاؤهم أطهر من الحكومة الفرنسية، حذاؤهم أطهر من الحكومة الروسية، حذاؤهم أطهر من الحكومة الألمانية.
نحن نقر أن هناك إرهابا من قبل بعض المتطرفين، لكن لا تأتني إلى بلدي لتغزو وتنتهك حرماتي، ثم تسمي الذي يدافع عن دينه إرهابية. هذا انقلاب في الموازين، ومن الانقلاب في الموازين التي نراها في بلدنا. وللأسف في بعض الدوائر الحكومية، ولا أعمم مع احترامي للطيبين ولأهل الكفاءات، بعض أصحاب الدوائر عندما أدخل إليه يقوم المكتبي ويترك مكتبه ليأتي ليصافحني، وهذا مشروع. لكن أتكلم عن بعض الحالات التي انقلبت فيها الموازين. في بعض الدوائر يأتون باللصق فيجعلونه أمين للصندوق، يأتون بالمزور فيجعلونه مسؤولا، وصاحب الكفاءة والشهادة الحق يقف على الباب يتوسل به، ربما لا يجد بابا لا يقف على الشجار. وصاحب التزوير بين قوسين عربنجي قاعد يزع، وإلى الله المشتكى. بل يذلون المواطنين. أحدهم في أحد الدوائر الحكومية في مدينة الرمادي أتعبني في المعاملة، تعبت من كثرة المراجعات، فقلت له أشتكيك إلى الله، فكيف رد علي هذا الموظف العودي؟ قلت له أشتكيك إلى الله، فقال لي بكلام صريح روح على عبد العليم. هكذا جواب بعض المتجبرين من الموظفين الفاسدين. نعم انقلبت الموازين في هذا البلد، وللأسف وقد هاجرت الكثير من الكفاءات خارج هذا البلد. وكم من الكفاءات سمعنا بها خرجت خارج العراق فأبدعت، لكن صاحب الكفاءة في هذا البلد يحارب حتى يصل إلى أرض البناء وإلى الله المشتكى. سمعنا بأطباء وأصحاب شهادات خرجوا من العراق فأبدعوا، فإن العراق كما أراه منجب للكفاءات، وفي نفس الوقت مقبرة للكفاءات. صاحب الاختصاص والكفاءة يحارب حتى يرضى لواقعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انقلبت الموازين في هذا البلد، مواجعي وعوائدي بأقراري، وساسنا بيد الفرعون ميزانه، عصاك يا قاهر الحياة تزعجهم، وإفكهم وسط الصفحات عنوانه، فقل لهم رحمة الأمواج كافلتي، وقد رست بحمى التابوت أجفانه. الطفل ينبت شعبا حين تربته، الطفل ينبت شعبا حين تربته، ومن بحور الثرى كالبقر فرسانه. تزلفت ناعق رفعا لسخطتكم، وشانك بيد الايتام هيمان. ايكتب المجد من صيحات ارمله، ايكتب المجد من صيحات ارمله، ايعقل المرء في ابليس ايمان. لم نكتب الصحف الماضين اشرطه، لم نكتب الصحف الماضين اشرطه، لاقطع الثوب من انياب من خان. في فجر جمعتنا قد أطفأوا وهجا، والرعب أطفأهم، يا بئس ما صانوا. وكلما أيقظوا شمس بظلمتهم، وكلما أيقظوا شمس بظلمتهم، تقطع الليل في أحضان من كانوا، طاشت حواجبهم فطوقوا لهبا، يا بئس ما طوقوا، فانشق إيوان. الطير يملك غصنا حين يحضره، الطير يملك غصنا حين يحضره، وليس يملك تحت الرجل أطيانه. إذا رفت أنتم لا ترتجي فوقها، لا ليل يحضنها فالليل أكفانه.
صحائف حفها روح وريحان أنا لنا فرح يسقي محاذرنا سكرى صحائفنا فالدمع إدمان دعني ودع شجري نذبا لأزمننا لو قام يبليبها ما جاد حسان لو تمتمت صحفي يوما لتوقظهم لو تمتمت صحفي يوما لتوقظهم لقال أشجعهم للسقف آذان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.